البصل عاود زيد له شويه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صح عيدكم، أهلا بكم إلى نشاط الثامنة. أهلا بكم مشاهدينا، صح عيدكم في أول في ثاني يوم من عيد الأضحى المبارك وتتابعونا في النشاط. في أول أيام التشريق حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات الثلاث بمشعر منى، وحجاجنا الميامين يتضرعون إلى الله بالدعاء للبلاد والعباد. نسأل الله تعالى لبلادنا وقد مرت علينا ذكرى الاستقلال أن يجمع شملنا كجزائريين وأن يوحد كلمتنا. جزائر كل يوم في عيد وجعلها الأمن والأمان والحفظ والسلام إن شاء الله. رسائلنا إلى الجزائريين أن يكون يدا واحدة إن شاء الله، متكاتفين متكتلين إن شاء الله، قلوب واحدة، وهذا ما نريد إن شاء الله، وهي رسالة الشهداء إن شاء الله. وتيرة متسارعة في عملية إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل في مناصب دائمة بالولاية الفتية تيميمون من خلال استحداث مناصب مالية جديدة. مخبر جديد لمراقبة جودة الأدوية المضادة للأورام السرطانية بمجمع صيدال بالمدية. وبالمسيلة قطاع الصحة يتعزز بمرافق جديدة من أجل تكفل أمثل بالمرضى. في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك رصد للأجواء التي يصنعها أفراد الجالية الوطنية بالخارج، والفضاءات الطبيعية والشواطئ وجهة مفضلة للعائلات بحثاً عن التسلية والترفيه. أهلا بكم إلى التفاصيل. في المستهل وفي ثاني أيام عيد الأضحى المبارك شرع حجاج بيت الله الحرام بمشعر منى، وكما تتابعون على المباشر في أداء شعيرة رمي الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى في أول أيام التشريق الموافق للحادي عشر من ذي الحجة. أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي تعقب أول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك، ويقضيها الحجاج بمشعر منى، وتعرف أيضا بالأيام المعدودات. ويبدأ وقت الرمي من بعد زوال الشمس، حيث يرمي الحاج في كل موضع من الجمرات سبع حصيات في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق، وإن شاء زاد اليوم الثالث وإلا تعجل وخرج من منى قبل غروب الشمس باتجاه مكة المكرمة للقيام بطواف الإفاضة ومنه إتمام النسك. في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك وفي أول أيام التشريق رفع حجاجنا الميامين كف الضراعة والدعاء بمشعر منى. نتمنى من الله سبحانه عز وجل القبول للجميع، والحجاج إن شاء الله في عافية، إن شاء الله الحجاج في عافية وفي صحة جيدة إن شاء الله، ونتمنى إن شاء الله كذلك البلاد الجزائر راه يعني عيدوا بالأمس، وإن شاء الله كل يوم في عيد إن شاء الله. الجزائر كل يوم في عيد وجعلها الأمن والأمان والحفظ والسلام إن شاء الله. طلبوا رب العالمين الله يقبلنا الحج إن شاء الله، والله يحفظ الجزائر كاملة من رئيسها لآخرها، وربي يحفظ الأمة الإسلامية إن شاء الله، وربي يحفظ إن شاء الله، نقولوا عيدكم مبارك كل عام إن شاء الله وأنتم بخير. ورسائلنا إلى الجزائريين أن يكون يدا واحدة إن شاء الله، متكاتفين متكتلين إن شاء الله، قلوب واحدة، وهذا ما نريد إن شاء الله، وهي رسالة الشهداء إن شاء الله، أن نحمي الوطن بإذن الله، أن نكون كذلك على العهد باقون. وأشكر كثيرا كثيرا البعثة الجزائرية إن شاء الله، قامت بنا قوم ما شاء الله في مكة أو في عرفة أو في مزدلفة أو في منى ما شاء الله.
نسأل الله تعالى لبلادنا وقد مرت علينا ذكرى الاستقلال أن يجمع شملنا كجزائريين وأن يوحد كلمتنا. حفظ الله بلادنا الجزائر وأدام أمنها واستقرارها، وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. عيدكم مبارك كل عام وأنتم بألف خير. اللهم احفظ الجزائر وكذلك اللهم احفظ فلسطين. نعمة يعني كان حج يعني ما شاء الله، ما فيه مشاكل، ما فيه أي حادث، وكانت يعني من ناحية الإعاشة ما شاء الله، من ناحية الإقامة ما شاء الله، جزاكم الله كل خير. نشكر السيد الرئيس تبون على التسهيلات اللي منحها للحجاج. لله الحمد، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. وفي ثاني أيام عيد الأضحى المبارك ولرصد مدى التزام التجار بنظام المداومة تلبية لاحتياجات المواطنين من المواد الاستهلاكية الضرورية، تجولت الزميلة منال العجال ببعض أحياء وشوارع العاصمة وعادت بالتالي المتابعة. خدمنا البارح واليوم باش نوفروا لكل الجزائريين الخبز ويكون ديسبونيبل اتوتر. حلينا البارح واليوم في بريمي جور تاع العيد، دوزيام جور تاع العيد، باش نوفروا الوسائل الكامل المشتريه تاعنا. حنا حبينا نحلوا باش نوقفوا مع الكارتي كدا، تما ما نخليهمش كامل يطيحوا اون بان. هؤلاء التجار استجابوا لنظام المداومة المسطر من طرف وزارة التجارة أيام العيد لضمان حاجية المواطنين من المواد الغذائية. بريمي جور تاع العيد نيفو تاع لا بولونجري كاين لو ستريكت مينيموم، كاين لاليمونطاسيون تاعت كيف كيف، ما طحناش اون الحمد لله. ولا الحمد لله كاين خبز، كاين كلش، الحمد لله دوزنا نعيد بيان. لو ما نخليوش يعني الحاله مغلوقه كما قال الاخر 100% ولا ما كاش حانوت ولا ما كاش كوشه ولا كذا، ولي ظروف احكام تما ما نجموش كاع يحلوا، ما نجموش كل واحد ظروفه، كل واحد يعني اللي يقدر عليها. هذو كاين محلولين كاين ماشي محلولين، كاين كما حنا دوك هنا في الحومه هنا كاين واحد مفتوح نورمال عنده كلش مفتوح، هو الخضار ثاني عنده كلش كاين. وياتي ضمان مناوبات المحلات ايام عيد الاضحى المبارك للقضاء على اختلالات تموين المواطن بالسلع والمنتجات الضروريه ذات الاستهلاك الواسع. وبالمهجر أجواء استثنائية يصنعها أفراد الجالية الوطنية خلال عيد الأضحى المبارك، ومنهم من كانت وجهته الوطن الأم الجزائر لقضاء أيام العيد وسط العائلة. الأجواء تنقلها عفاف بالهوشات من مدينة ليلى الفرنسية، والتقرير لسامرة طاهر. في عيد الأضحى المبارك بديار المهجر فرحة بالأضحية وتمسك بالعادات والتقاليد والاطباق الجزائريه. باش العجليه تاعنا تعليل، مرحبا بكم وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. عيدكم مبارك، عواشركم مبروكين، كل عام وانتم بخير. الامه الاسلاميه كلها ذبحنا ما شاء الله عادي كيما البلاد، يا النسمه يا الحبايب يا لافامي يا الاهل، هذا سي ان غون جور، هذا نهار عائلي. انا رحت لاباتوار صباح، كان بزاف الغاشي، اقبال كبير من الجاليه الجزائريه، وحتى لدوك باش راني ندير، حتى العشاء باش راني ندير في الدواره وبوزلوف ديالنا كيما العوايد، عوايد تاع الجزائريين كامل. هذه بدواره وهذا بوزلوف تاعنا، وراني مع بنتي هنايا يتعاون فيا في المطبخ باش تتعلم التقاليد اللي نديروهم، ما يتعاون فيا حين نديرو الشواء. هايك الاجواء تاعنا، نسيو نخلقو في الغربه اجواء لينا باش نحسوا روحنا متونسين، ونخلقوا اجواء اللي ما كاش هنايا اللي متوحشينها تاني تاع البلاد، ونفرحوا الاطفال. البعض من افراد جاليتنا فضل الاحتفال بالعيد بارض الوطن. رايحه باش نكمل نجوز العيد عند خويا وعند اختي في لا فامي قاعدين. راح نشوفوا الوالدين ان شاء الله ونعاودوا نرجعوا، باغي سي 48 ان شاء الله. نفوت العيد نكملوها في الجزائر، نشوفوا شويه لا فامي، نبحروا ونرجعوا للويكاند بروشان ان شاء الله. يا هذا نولك تسمى البوح، فرحه غير ما نروح غير في مورثيو، فرحه غير طاس ان شاء الله، يا ذا نسى هذيك الوحيد سي هنا والصحه ان شاء الله. رانا مهودين للبلاد باش نكملوا العيد تاعنا، وبكل صراحه نعيو نعيدوا هنا في اوروب، مي ما تجيش كيما البلاد. دونك
هنا رانا متواجدين في المطار تاع ليكا، دام شنقول لك المستوى والناس كل واحد راه يقرا في ذاته، فريمون نظام نظام كبير اللي شرفنا حنا كجزائريين. انا يا كل يوم لا فامي، انا ثاني يوم نحف مورث في لافيتا كيلاي، باش نمس هذه هنا، صحية هذه من البلاد مورث. هكذا هو العيد بين مهاجرين، تواصل وتلاق. صحة عيدكم. صحة عيدكم. في إطار عملية إدماج عقود ما قبل التشغيل في مناصب دائمة، وصلت نسبة الإدماج بولاية تيميمون 87%، فيما تطمح السلطات الولائية إلى استحداث مناصب شغل جديدة، وهذا لإدماج جميع المتعاقدين. المزيد مع أمين العرج. تشهد ولاية تيميمون تسارعا في وتيرة عملية إدماج عقود ما قبل التشغيل بمناصب دائمة، إذ وصلت نسبة الإدماج إلى 87%. حصة الأسد كانت لوزارة الداخلية والجماعات المحلية بالولاية، حيث استفاد 631 من مقررات التوظيف لتصل بذلك نسبة الإدماج بها 100%. موظفة في بلدية أولى سعيد، نشكر رئيس الجمهورية على نصيبنا في العمل، وإن شاء الله نكون عون للولاية ونقدموا الأفضل إن شاء الله للولاية. إتمام عملية الإدماج بالولايات الجنوبية الجديدة مع استحداث مناصب مالية من أهم أولويات الدولة، وهذا ما تعمل عليه السلطات المحلية بتيميمون. لم يبقى سوى 218 إطار لم يتم إدماجهم، وسوف يتم إعطاء لهم الأولوية إن بقيت هناك مناصب مالية في إطار فتح المسابقات لمختلف مديريات الولاية، حيث تحصلنا على 331 منصب بوست بيجيتار من وزارة المالية، وسيتم استغلالها في إدماج المتبقين. لتبقى مجهودات الدولة متواصلة لامتصاص البطالة خاصة بالولايات المستحدثة. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. تتمة لنشرتنا، وفي الانشغال الصحي تدعمت ولاية المسيلة بمشاريع مهمة، حيث استفاد القطاع من مصلحة جديدة في اختصاص طب النساء والتوليد، تم تجهيزها بمختلف الوسائل والتجهيزات الطبية ضمانا للتكفل الأمثل بالمرضى القادمين من داخل الولاية وخارجها. تقول فوزية تاج. حماية المرأة الحامل والمواليد الجدد يتطلب تجهيزات حديثة ومصالح متخصصة، وهو ما وفرته المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في طب النساء والتوليد سليمان عميرات بالمسيلة بعد توسيعتها وتأهيلها وتجهيزها. أنا جيت من كارد مالاد قلت خويا هنايا، الاستقبال الحمد لله مليح وكل شيء، كاين المصرية كاين كلش يعني. الجراحة بالمنظار هي عملية، هو جهاز متطور تمكننا من الاستفادة منه. إلى جانب هذا الجهاز هناك الأجهزة المتطورة تاع الإنعاش، هذو متطورة، منها هذا السياليتيك بلافوني هذا افيك فيديو كاميرا اللي يخلي المريض من بعد يشاهد العملية نتاعو او الاستفادة من الأطباء الآخرين من رؤية العملية فيما بعد. عندنا دو جينيكولوج سولمون، وما يخافوش بلي لي جينيكولوج سيتين افيكتاسيون تاع الوزاره ماشي تاعنا حنا. رغم ذلك انه الماتيرنيتي تكفل بجميع الحالات، سواء تجي من ولايه المسيله ولا داخل ولايه المسيله او ما جاورها. مشروع مركب الأمومة والطفولة ببوسعدة، والذي تشرف على إنجازه مؤسسة كوسيدار، حيث وصلت نسبة الإنجاز به إلى 85%. إنجاز آخر جاء من أجل ضمان التغطية الصحية بالمناطق النائية في اختصاص الأمومة والطفولة. أخذت الولاية من مشروع إنجاز مستشفى على مستوى بلدية سيدي عيسى حجمه 240 سرير، كذلك مستشفى 240 سرير على مستوى بلدية المسيلة، وكذلك سدير ان كومبلكس ماري انفون في بوسعادة اللي يهز واحد 120 لي. مثل هذه الهياكل المتخصصة في القطاع الصحي من شأنها التقليل من الوفيات وحماية الأم من أعراض صحية أخرى.
وضمن الجهود الرامية إلى الارتقاء بالصناعة الصيدلانية، تدعمت وحدة الإنتاج لمجمع صيدال بولاية المدية، تدعمت بمخبر مراقبة الجودة للمنتجات المضادة للأورام السرطانية، خطوة من شأنها الإسهام في الرفع من القدرة الإنتاجية وكذا التخفيف من فاتورات الاستيراد. المزيد مع من العبديش. تحد جديد تحقق لمجمع صيدال هنا بوحدة الإنتاج بولاية المدية. مختبر مراقبة الجودة لمنتجات السرطان أول مختبر لتحليل منتجات الأورام عن طريق الحقن موجهة للاستخدام الاستشفائي. تحليل المواد المضادة للسرطان يكون بطريقة عن طريق أجهزة الكروماتوغرافية الجودة العالية. المعايير التي نستعملها مستوى المخبر المواد المضادة للسرطان هي معايير عالمية معترفة بها دوليا. إنتاج أكثر من 70 مليون وحدة بيع سنويا من مختلف الأدوية. الهدف الرئيس للسلطات من خلال إعادة تفعيل الوحدة المتخصصة في إنتاج المواد الخامة من البنسلين وغير البنسلين. هذه الوحدة متكونة من مصلحتين، مصلحة إنتاج المواد البنسلينية المتخصصة في مسحوق الحقن ومسحوق الشراب وأقراص جافة وكبسولات، يقدر الإنتاج ب 40 مليون وحدة بيع في السنة مقسمة على 20% من الحقن وال 20% الأخرى مقسمة على المنتوجات الأخرى. كاين تطورات عظيمة في الوحدة هذه. أليبوك كانت عندنا 5 سيلين، اليوم راه عندنا 8 لين دو برودكسيون وين زدنا كيلكو برودوي الحمد لله. ميم لو مارشي ناسيونال راهي دوموندي بزاف لو برودوي صيدال. هذا بينا ان شاء الله نقدموا الاضافه في كامل المستويات، هكذا على المستوى القدره الانتاجيه ان شاء الله نطمح باش تكون القدره الانتاجيه عاليه، هكذا لانه الطلب على مستوى السوق راه يكثر ويزيد يوم بعد يوم. وضع معالم صناعة صيدلانية متطلعة بثبات نحو التطوير والبحث استراتيجية الدولة للتكيف مع المقاربة الاقتصادية الجديدة لتنويع مداخل الخزينة العمومية ورفع صادرات الجزائر أكثر. أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو من ولاية خنشلة أن قطاع التضامن الوطني يعمل على نقل رسالة الشهداء والمجاهدين إلى أبناء جيل الاستقلال. جاء هذا خلال زيارتها للمعلم التاريخي الشهيد علي سويعي بالولاية. يقول سفيان عجروت. المركب التاريخي علي سويعي مقر الولاية التاريخية الأولى شاهد على تضحية الأبطال من أجل استرجاع السيادة الوطنية. ما أنه فيش ما تنمتش ولا بدلونا البراجة عقبل بو سلطان أشردود الشي مقصى أغزر بولابة، هذا هو المركز نتاعنا. نحن كشباب وصلت رسالة المجاهدات والمجاهدين اليوم، الجزائر أمانة في أعناقنا. المجاهدة فصلوا إيغلانتين رينات المدعوة فاتحة عضو جيش التحرير الوطني، إيطالية الأصل جزائرية الروح والهوى، كافحت وقاومت من أجل استقلال الجزائر. وطلعت للجبل، أنا كنت نقرأ وطلعت للجبل، لعبت كان قال كافحنا وجرينا وداوينا وخيطنا وخبزنا وربي يعطيكم العقل خير من كلش، وربي إن شاء الله يوصلكم تزيدوا تكبروا الجزائر أكثر من هيك. مشروع توسعة المركب التاريخي علي سويعي ليكون مزارا ومعلما يحكي بطولات مجاهدي وشهداء الجزائر. في الحقيقة فخورة جدا بتواجدي اليوم في هذا المنطقة التاريخية، طبعا مقر الولاية الأولى خنشلة المضيافة طبعا والتاريخية، لأن أتقاسم فرحة عيد الأضحى المبارك مع طبعا مجاهدينا الأخيار ومجاهداتنا، ونترحم على شهدائنا الأبرار. في ذكرى ستينية الاستقلال تبقى خنشلة واحدة من الولايات التي قدمت وصنعت ملاحم ثورة التحرير المجيدة.
دوليا وفي ملف الصحراء الغربية، دعا أزيد من 670 شخصية سياسية ونقابية وأكاديمية ومنظمات برتغالية في رسالة مفتوحة إلى حكومة البلاد، دعوا إلى ضرورة الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال ودعم إقامة حوار مستمر ومباشر بين طرفي النزاع. جبهة البوليزاريو والمملكة المغربية ونشد الموقعون على الرسالة الحكومة البرتغالية أن تضع في جدول أعمالها الدفاع الواضح والصريح عن حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية والاعتراف بضرورة إجراء استفتاء تقرير المصير، وكذا دعم إنشاء مكون لمراقبة حقوق الإنسان ضمن بعثة الأمم المتحدة المينورسو. إلى شأن الفلسطيني، حيث أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس قنابل الغاز شرق مدينة الخليل. التقرير لسميرة طاهر. التصعيد الصهيوني بفلسطين المحتلة لا ينقطع. قوات الاحتلال تداهم في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك مدينة الخليل وتطلق قنابل الغاز تجاه الفلسطينيين العزل لتصيب عددا كبيرا منهم. وقبل هذا اعتدت ميليشيات المستوطنين المسلحة على أراضي الفلسطينيين ومنازلهم وممتلكاتهم في المدينة. وفي جنين ومدينة القدس قلب المقاومة النابض حملة اعتقالات واسعة تطال الأبرياء مجددا. هي جرائم الكيان الصهيوني ومستوطنيه تلخص حياة الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال، ومن يقف في وجهها ويعترض يكون عرضة للرصاص والقتل. والقتل في منهج الاحتلال لا يستثني أحدا من الفلسطينيين حتى الأطفال، فوفق آخر إحصاء قتل 14 طفلا قاصرا خلال الأشهر الستة الأخيرة فقط، والقائمة تبقى مفتوحة إن لم يتم ردع الاحتلال. إلى الفن التشكيلي الآن، وعندما تتحدى الإعاقة الصعاب تبدع أنامل العم عبد اللطيف بن مدينة الورود تحفا تجسد صورا فوتوغرافية وتحاكي الواقع، تحفا فنية فائقة الجمال تروج لموروثنا الثقافي. والجولة مع كريم الجمط. متثاقل الخطى العاجزة عن حمله والتي لم تكن أبداً له عائقاً، فتح لنفسه عالم الإبداع متنفساً، يحبو إلى ركنه الملهم تفنناً، تزاحم فيه الأفكار ريشته المتراقصة للألوان فيها حكاية ترويها أنامله. بديت الحرفة هذه ملي كنت صغير، بقى عنده واحد 47-48 سنة. واش نقول لك، الحرفة هذه هي حبتني قبل ما نحبها انا. الفن كما نقولوا احنا النادر، اتنين كما شبه الرخام، شلون نخدم بالشيراميك في فرواط، يعني نعم عليك الله، كما نقولوا احنا نخدموها طبيعي. وله مع الخط العربي نصيب. كاين الخط الحجازي وكاين خط الرقعة، كاين خط الديواني، كاين خط الإيجاز، كاين بزاف خطوط. عمي عبد اللطيف لا يبارح المكان، لكن المكان يسافر بنا عبر الزمان في صور امتزجت فيها طبيعة المواد مع رؤية فنان. شاركت حمل معرض قريب 200 و 250 معرض دولية، تاني شاركت دولي. هاد الفن هذا اللي كتشوفوا فيه، هذا كتشوفوا في الفن هذا يا نورثوه للأجيال، ما يحبش عندنا حنايا. تحف تقليدية تفوح أصالة عبق الماضي الجميل، وحاضر يخط تفاصيله ليرسم معالم مستقبل بجيل متشبث بتراث يأبى أن يندثر، وتلك وصية صاحبهما من ذوي الهمم.
ونبقى مع نسمات موسم الاصطياف، إذ يعد شاطئ مرسى بن مهيدي الحدودي بتلمسان قبلة مفضلة للسياح والمصطافين لما يمتاز به من جمال طبيعي وظروف مواتية لراحة المصطافين. المزيد مع عبد الجبار بن يحيى. مرسى بن مهيدي أو بورسعي من أجمل الشواطئ في أقصى الحدود الغربية للجزائر. هذه المناظر الخلابة التي تجمع بين زرقة السماء والبحر وخضرة الطبيعة هي ملاذ للسياح من كل مكان. جول هنا يفوتوا ويكاند، الحمد لله سي تري تري بيان باسي، غاية الغاية. احنا فوتين ابري ميدي شابا، ومرحبا اللي ما يعرفش هذه المنطقة، مرحبا بهم عندنا خويا. جينا لهذه الغابة تاع مرسى بالمهيدي باش نقضيو هنا ابري ميدي مليحة مع لا فامي والعائلة كامل والدراري. شاطئ مرسى بالمهيدي وجهة سياحية تستقبل الزائرين لقضاء أجمل الأوقات. شواطئ تتمتع بجمال خارق يعني للعادة، بالإضافة إلى الهدوء العائلات تجد فيها الراحة التامة. بلد جميل جدا ومتطور جدا وشعب طيب ومضياف، وأتمنى أتمنى من الأخوة الموريتانيين اللي ما زاروا الجزائر يجوا الجزائر ضيافة، شعب صديق وعزيز وشقيق. مجموعة تاع واحد العشرة دراجين جينا بباروت بالموطو باش نشوفوا المنظر هذا، الله يبارك ما شاء الله. احنا مجينا الليل ليل دونك فوالا اون اي لا بور ان موا اون بروفيت لا بلاج لا فاميل السولي. مرسى بالمهيدي زعما ما شاء الله الحمد لله، والله صافي بليزير، تلقى بلايص شابين نقيين كيما هكا في بلادنا، والله صافي بليزير. ونقولوا للناس كاع يجيو يبحروا هنا، بحر بورسي هايل. جنة ساحرة تفتن القادمين من كل مكان في آخر نقطة حدودية. الأجواء نفسها تشهدها ولاية جيجل، حيث تعد الفضاءات الطبيعية والوجهة البحرية مقصدا مفضلا للعائلات الراغبة في التسلية والترفيه خلال أيام عيد الأضحى المبارك. والجولة مع عبد الرحيم شمعون. حتى وإن اختلف الجزائريون في قضاء عطلة العيد على مدار أيامها، تبقى الواجهة البحرية وفضاءات التسلية الملاذ الوحيد والوجهة المفضلة للكثير من العائلات ومتنفسا لها. عقبنا الإجازة تاع العيد وما شاء الله الأولاد إن شاء الله هنا مخرجين يسهروا، وننصح عائلة جزائرية أكل تنحدي فولي شوية على روحها مع الضغط لشارج تاع الخدمة وتاع السخانة وتاع، والحمد لله بصحة عيدكم. ضحينا أنا في العطلة تاع الصيف، العطلة تاع العيد خرجنا الأولاد يتنسموا شوية، ما محنا نتنسموا شوية نسمة تاع البحر، ينعاد علينا بالصحة والهنا إن شاء الله. لا احنا جينا لهنا مريحين وقاعدين مع ريحة البحر وهذا، والحمد لله ماذا بك الانسان يخرج برا يرتاح يوسي. عندنا الصباح عندنا في سماء في الاقارب الى اخره، ورحنا ثاني عندنا ثاني اجازه في البحر ما شاء الله، بعد جبنا الاولاد هنا يلعبوا الى اخره. وهنا اطفال وجدوا راحتهم بهذا الفضاء الترفيهي من خلال مرافق مهيئه للعب. ذبحنا الكلب وقعدنا العيد ورحنا غفرنا اللعبات، ومن بعد جينا لهنا تمتعنا مع عائلة الألعاب. جينا مع العائلة دوكا كلينا تفرجنا لعبنا في ألعاب الدراجات ألعاب السيارات. ويبقى الحرص على احترام قواعد السلامة الصحية في مختلف الأماكن العمومية مسؤولية الجميع للوقاية من كوفيد-19. إلى التذكير بأبرز ما وردنا في هذه النشرة من أنباء. في أول أيام التشريق، حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات الثلاث بمشعر منى، وحجاجنا الميامين يتضرعون إلى الله بالدعاء للبلاد والعباد. نسأل الله تعالى لبلادنا وقد مرت علينا ذكرى الاستقلال أن يجمع شملنا كجزائريين وأن يوحد كلمتنا. جزائر كل يوم في عيد، وجعلها الأمن والأمان والحفظ والسلامة إن شاء الله. رسائلنا إلى الجزائريين أن يكون يدا واحدة إن شاء الله، متكاتفين متكتلين إن شاء الله، قلوب واحدة، وهذا ما نريد إن شاء الله، وهي رسالة الشهداء إن شاء الله. وتيرة متسارعة في عملية إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل في مناصب دائمة بالولاية الفتية ميمون من خلال استحداث مناصب مالية جديدة.
مخبر جديد لمراقبة جودة الأدوية المضادة للأورام السرطانية بمجمع صيدال بلمدية. وبالمثيل قطاع الصحة يتعزز بمرافق جديدة من أجل تكفل أمثال بالمرضى. في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك رصدنا الأجواء التي صنعها أفراد الجالية الوطنية بالخارج والفضاءات الطبيعية والشواطئ وجهة مفضلة للعائلات بحثا عن التسلية والترفيه. شكرا لكم على كرم المتابعة. سلام عليكم. في أمان الله.